خدتش حقك بالذوق بمصاري. ليه يعني مع مصاري؟ ماما شو بدك؟ بنت عصابة هيك بعتوا عليه؟ شو بدك عم تعيط؟ ماما 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 شايفني عم بحكي مع طاط أمال؟ شو بتعيطي؟ شو صدر مني؟ لأنه بتسملي ماما ماما ماما. خلص عيطت مرة وهلا برد عليك شايفني عم بحكي معها. طب خلص فرض القواعد أوكي؟ إيه شو بدك يعني صلح لك؟ لا بركي ما تعرفي للخبير بتجي الأسراف بتصلح لي أكيد بدي تصلح لي بتصلح لي مين 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 مهضوم إنه عم تتزيكى وتتهضم هلا قدام طاط أمان؟ لا تقول لك ياي شو مهضوم بيبو بتعرف إنك صاير بلا أخلاق وجوابتك تحت باطك عم تصرف إنه يابا أنت كبير؟ جرحتيني عارفي؟ إيه مزبوط جرحتي معقول هيك بتقولي له للصبي وبتبكي أمان دخيلك بشارك ما قلت بقى اشتغل انت حل عني ما رح تصلح لك هلا تعي خليني بصر لك ما فيك تبصري لي بيبو بدي يبصر لي ايه يلا بيبو انت بدك تبصر لي بدي راضي معقول امال بعد ناقصني اتعلم التفصيل يرولا هيك تبخعي قدامي بتعيط عليه حرام ما بيسوى صبي دوت بيتعقى دوت امال انا بصير يلا يلا بعد ناقص ايه يلا يلا شوفي بنتسلى شوي معلش كرمال الصبي دوت امال فنجانك حلو كثير عن جد ما تنبسطي لهذا فنجان حلو ايه هون ليش نكتك ايه في جيل دوت امال ما خصي دوت امال هون مبين انه قلبك ابيض وريب الاسود هون في ثلاث اش بعد اشارتين ثلاث اشارات في ثلاث اشارات ايه بس ثلاثه محروقين ما بدا ولا اخضر ولا احمر من بعد ثالث اشاره على الشمال في هونيك محل الجيش حدو في عندك رزقه 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 شو رزق الجيش معلومات بيبو فهمتي يا كثير مهضوم حكي بدل فنجان هيك ايه بعد بعد فيه ايه هون دوت امال مبين معي وحده رفيقتك صاحبتك حي كبيره عن جد حي بتغار مني مين هيك في شكلها وحده حي بدل تعيط على ابنها وتبخع قدام الناس طب في مجال تبصر مثل الخلق والعالم بروقي في مجال خلص روقي انه من عقلك عم تصدقي امالك عم يمزح هلا عم يلعب شوي قلت حي ما قلت انساني اوكي لو بتنتبهي عم بحكي كفي بو كفي كفي حبيبي كفي روقي شوي انت هلا بس كفي كفي حبيبي طب عمال في طريق طويله هون بالفنجان وانت شايفكم ماشي على هالطريق ايه ايه طريق كثير طويل وانت كثير ماشي على بالك اذا كفيت تمشي هيك على بالك بيخلص الفنجان الساعه 12 بالليل شوي اما خدي سيرفيس اعملي معروف وهيدا الطريق ايه كله جوع مجوع كثير بقى اذا بدي ايه خلي الفنجان ضبيله موسم الانتخابات بفلشوا لك اياها زفت بنرجع من كفي شو طيب شو مهضوم ما تقولي لي بلو كثير مهضوم ما حبته ما بعرف ما بتحبني من يلا بعد في شيء خلصنا هون في غيمه سوداء مبينه غيمه؟ مين؟ شو يعني؟ يعني في احتمال تساقط امتار ابدا هون شو هدول التفليت سنين هون ايه بنص الفنجان في الغام في انتبه الغام في كثير الغام الغام شو الغام يعني؟ هون فواتير يمكن لانه ما لقيت لي من بعد هول فواتير هون في كومه فضايح فضايح؟ ايه شو يعني فضايح؟ رح اقول لك شو يعني فضايح يعني مثلا الدكنجي بده منك 20,000 ليره قالوا 6 اشهر ما عم تدفعيهم مش مزبوط حبيبي لا والله الفنجان هيك عم بقول ده انا لا مش مزبوط ولا والمصبغجي بده شي 40,000 قالوا انت مين هيك مش مع لا ولو يا حبيبي بيبو كيف؟ بتعرفي هون شو محطوط انه بتستعيري حامض وبصل من الجيران ما بترديهم نانا لا مين؟ هيك مكتوب الفنجان؟ بتعرفي شو مكتوب كمان؟ هون مبين انت هون عم تحكي شو عم تحكي؟ شو عم بحكي؟ عم تحكي علي